النهارده او اتكلمنا المره اللي فاتت؟ حد ما حضرش الحصه اللي فاتت؟ ليه؟ ايه يا جماعه؟ طيب ماشي. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الباروت الجيلاند، الحصه النهارده مهمه جدا. واحنا بنتكلم في الباروت الجيلاند اتفقنا مع بعض يا جماعه ان هي اللارجست سليفري جلاند. واتكلمنا عن الشيب بتاعها انها بيراميدال، واتكلمنا عن السايت تشغل المسافه ما بين الماستويد بروسيس وتحت الاوريكل والانجل اوف مانديبول. خلاص اوكي يا جماعه. وبدانا نعرف الاكستنشن بتاعها جايه منين. لما رسمنا الرسمه دي عرفنا ان لو دي الاكسترنال ودي تو ميتس وده الماستويد بروسيس اوكي يا شباب، وهنا ادي المانديبول. عرفنا ان الباروتيد جلاند في المكان ده، يقول لك هي الابر بوردر بتاعها عامل كيرف حوالين الاكسترنال اوديتوري ميتس، نازله قدام لحد النوتش اوف مانديبول، نازله تحت حوالي 1 انش 2 سم، ده حاجه بسيطه قوي، بيلو اند بيهايند الانجل اوف مانديبول، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ورا لحد الماستويد بروسيس، قدام لحد نهايه الزيجوماتيك ارش، صح ولا مش صح يا جماعه؟ وكان ده الاكستنشن بتاعها. وبعد كده اتكلمنا عن السيرفيس اناتومي اوف ذا باروتيد جلاند، وقلنا ان السيرفيس اناتومي المفروض اتكلم عن السيرفيس اناتومي اوف بوردرز والسيرفيس اناتومي اوف داكت. واتكلمنا عن السيرفيس اناتومي اوف بوردرز، قلت لك هترسم اربع نقط. النقطه الاولانيه هنا عند التريجس يا دكاتره بتاع الاذن، النقطه الثانيه هنا عند الماستويد، النقطة الثالثة في نص المانديبولار نوتش، النقطة الرابعة بلو اند بيهايند الانجل اوف مانديبول حوالي 1 انش. خلاص اوكي؟ في كتب كاتباها 2 سم، في كتب كاتباها 1 سم، مش هنختلف. خلاص اوكي يا جماعة؟ طيب نقطة، لو وصلت النقطتين دول ببعض فأنا رسمت الأبر بوردر. لو وصلت النقطة بتاعت الماستويد بالنقطة بلو اند بيهايند الانجل اوف مانديبول فأنا رسمت البوستيريور بوردر. لو وصلت النقطة دي بنقطه عند المانديبولار نوتش بنقطه بيلو اند بيهايند الانجل اوف مانديبول فانا رسمت الانتيريور بوردر. مفهوم الكلام ده يا شباب؟ كويس قوي. يبقى انت كده رسمت البوردرز والباروتيد. هنرسم الضغط كمان شويه. انا في جروب كلمتهم عن الضغط وفي جروب ما كلمتهمش عن الضغط، فهشرح الضغط من الاول تاني. اوكي يا شباب؟ طيب ده كان بالنسبه للحاجات اللي احنا شرحناها في الباروتيد جلاند المره اللي فاتت. وقلنا في الحاجات دي ايه الاسئله النظري المهمه؟ قلت لك تعالى في اول صفحه في الباروتيد هتلاقي في حته فاضيه في اخر الصفحه، اكتب لي فيها في اولها كده الاسئله النظري المهمه، واكتب رقم واحد سيرفس اناتومي، رقم اثنين باروتيد ضغط. تمام كده؟ ثلاثه واربعه وخمسه هنقولهم النهارده ان شاء الله. طيب خلينا نقول الباروتيد ضغط. هقول لك ان الباروتيد ضغط لو انت كملت رسمتك وقلنا ان دي المجزلة وده المانديبول، فالباروت الضغط يا دكاترة اسمها التاني استنسون ضغط، اسمها التاني استنسون ضغط، وطولها 5 سم طالعة من الانتيريور بوردر اوف باروت. وماشيه سوبرفيشال لعضله كانت هنا، معرفش فاكرينها ولا لا، لما قلت لك جز على اسنانك وحط ايديك هنا هتحس بايه؟ بعضله. العضله دي يا سيد اسمها مسيطر مصر. ماشيه سوبرفيشال للمسيطر يا دكاتره، والعضله دي عليها البارود الضغط توصل لحد المكان ده اوبوزيت الابر سكند مولر تيس او توس. يا جماعه مش احنا عندنا السنان في النص هنا اربع سنان بنسميهم القواطع انسايزرز، وسنتين هنا بنسميهم الانياب كاناين، وخمس سنان بنسميهم الضروس، في ضرسين صغيرين كده عاملين زي السنان اسمهم البري مولر، وفي ثلاث ضروس كبار اسمهم المولر. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ بري مولر اند ايه؟ اند مولر. الله، المولر واحد اثنين ثلاثه، الثالث اللي هو ضرس العقل
اللي ممكن عند بعضكم ما يبقاش موجود، لانه بيطلع من سن 18 لسن 25. في ناس بتقول 23 باش مستقصتنا من طول لسه ما وصلتوش برضو. خلاص بك يا جماعة. طيب انا عندي 1 2 3 اهو 1 2 3 opposite second upper molar tooth. لو فتحت بقك كده وبصيت قدام المراية هتشوفها، شوف فتحة صغيرة كده، حتة depression صغيرة وعليها حتة عالية، باينة على فكرة، باينة على فكرة بقنا دي فتحة الباروت الضغط. طب الباروت الضغط عشان تدخل الماوس لازم بيرس 3 بطل بطل فات، بطل مصل اللي اسمها باكسينيتور، and بطل ميوكس ميمبرين، وتدخل لحد ليه جوه. طب يا ترى ايه هو السيرفيس اناتومي اوف ذا باروتيد داكت؟ يا جماعه السيرفيس اناتومي اوف ذا باروتيد داكت ببساطه، لو انت رسمت بني ادم كده اهو، ادي الاوركل وادي التريجس. لو بصيت على التريجس والحته دي اسمها جناحين النوز، اسمهم الالا اوف ذا نوز، اسمها ايه؟ الا اوف نوز، ودي الانجل اوف ماوس. حط لي نقطتين، نقطه عند التريجس ونقطه في نص المسافه بين الالا والانجل، يعني هنا، وخد خط البروت الضغط هي التلت الوسطاني. يبقى اذا البروت الضغط عباره عن الميدل تلت اوف الاين فرونت ريجس تو، نقطه بين الالا اوف ذا نوز اند انجل اوف ماوس. مفهومه ولا مش مفهومه يا جماعه؟ ودي اول موضوع شرحناه النهارده، البروت الضغط اللي حضرها قبل كده رجعتها له، واللي ما حضرهاش عارفها. ده ممكن ينزل سؤال نظري، ممكن ينزل سؤال نظري. طب السيرفيس اناتومي لازم يتكتب مع السيرفيس اناتومي والباروتيد، فهمت قصدي؟ حتى الريليشنز دي هنكتبها تاني مع الريليشن اوف باروتيد. يعني خلي بالك انا جمعت لك الباروتيد ضغط على بعضها، لكن كده كده كل حته فيها هتحطها في الحته بتاعتها، فاهمين حاجه؟ زي ما هنقول دلوقتي. هندخل على تاني سؤال في حصه النهارده اللي اسمه يا جماعه ريليشنز اوف باروتيد جلاند، والسؤال ده اهم سؤال جوه الباروتيد. وخلي بالك الخمس اسئله اللي هديهم لك نظر، زود السؤال الثالث دلوقتي ريليشنز اوف باروت الجلاند. احنا قلنا الاسئله النظر اللي موجوده، رقم 1 سيرفيس اناتومي، رقم 2 باروت الضغط، رقم 3 ريليشنز اوف باروت الجلاند. الخمس اسئله اللي هديها لك نظر، واحد منهم هيجي وغالبا واحد منهم هيجي بس هو بيحب الضغط. خلاص يا جماعه؟ طيب ما تيجي بقى نشرح الريليشنز اوف باروت. اللي عايز حاجه من على السبوره صورها عشان امسك. هو الاجازه بكره ولا بعد بكره؟ عندنا بكره حصتنا الساعه كام؟ 9. طيب احنا في ميعادنا بكره عادي، احنا في ميعادنا بكره عادي، ولا تاخدوا تغيروا؟ ناخدوا اجازه. ما هو كده كده الخميس اجازه والناس بتنزل، يعني في ميعادنا بكره والخميس عادي زي ما احنا. خلاص اوكي؟ وان شاء الله اي ميعاد برضه تجي لنا. سؤال مهم قوي، سؤال طويل شويه. ركز بقى معايا عشان تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز تنبيه. لا لا طلعيها مني. بص يا جماعه. ادي منظر البروت كده. انت متخيل ان البروت كده. احنا خدنا طبعا المره اللي فاتت البارت في الضحى كمان. الباروت مش كده خالص، الباروت ده يا جماعه عامله زي الهرم. تخيلتوا؟ ليه لاترال سيرفيس اهو اللي هو بره، والميديال سيرفيس طالع له بوردر في النص. فلما تحط الباروت كده يبقى الميديال بوردر ده هيتحط هنا. يبقى الميديال سيرفيس اتقسم نصين، نص على المانديبول فيسموه انتيرو ميديال، ونص بعد كده ورا يسموه ايه؟ بوستيرو ميديال. فهمتوا حاجه؟ يبقى انا عندي انتيرو ميديال وعندي بوستيرو ميديال، حلو كده الكلام؟ وعندي ابر اند وعندي لور اند، وعندي انتيرور بوردر وعندي بوستيرور بوردر، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ طب لو احطها هنا هتحط ازاي اهي؟
لو مسكت المانديبول كده احط البروتيد هنا كده تخيلتوها. يبقى اذا الانتيرو ميديال بوردر لو قلت لك ايه الريليشن بتاعه بتقول لي ايه؟ المانديبول صح واللي عليه واللي وراه زي ما هنقول دلوقتي. طب البوستيريو بوردر البوستيريو ميديال ايه الريليشن بتاعته؟ الماستويد والستيرويد واللي بينهم واللي فيهم صح؟ اللي ماسك فيهم واللي بينهم الحته دي. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ لما تيجي نشرح تعالوا نشرح كده ونرسم ونقول لو انت عايز تشوف ايه هي السيرفيسز والبوردرز والاندس اوف باروتيد جلاند عشان تشرح الريليشنز. فهقول لك اول رسمه اهي. من بره كده يا جماعه ده دي الاكسترنال ودي بريميرز. انبسطتوا بالسكشن النهارده عبده؟ حسيتوا فرق؟ حلو السكالب؟ دخلت لهم كده عارفين اللي هو ايه؟ ما تخلينا احنا كده برضه. والله ده هي جت صدفه. ده الدكتور محي سايبني محاضره عشان فوق. حضرتك نزلت المحاضرات؟ اه انت سايبني والله سايبني محاضره. جه قال لي المحاضره دي بتاعت اولى سهله، راح مدخل حد يشرحها وقال لي تعالى اشرح للولاد بتوعك. شفت بيحبوكوا ازاي؟ ده كده يا جماعه ابر بوردر. ده كده انتيريور بوردر. ده كده بوستيريور بوردر. هنشوف الريليشن بتاعتهم دلوقتي بس مش وقت. ودي اللور اند. على فكره ده بيسموه ساعات ابر اند. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ او بول يعني القطب اللي فوق والقطب اللي تحت. طيب السيرفيسز الثانيه مكتوبه في الصفحه اللي قبلها على فكره. تمام ما تقلقيش يعني كل حاجه موجوده. السيرفيس بقى الثاني هيترسم ازاي؟ بص لو خدت انا هنا كده كات سيكشن هلاقي البروتيد عامله كده. فده يا جماعه هسميه لاترال سيرفيس. وده كده انتيرو ميديال. وده كده بوستيريور. مفهوم الكلام ده؟ اقول تاني؟ طب ما تيجي ناخد الريليشنز نرسم الرسمه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرسمه كانت بتقول كده. ادي الاسكالا اهي وادي مين يا دكاتره؟ ده اسمه ايه؟ ماستويد بروسيس. وده اسمه ايه؟ ستايلويد بروسيس. خلاص اوكي. مفهوم الكلام ده؟ ركز بقى معايا قوي. هقول لك خلي بالك كان ماسك في الماستويد بروسيس عضله. العضله اهي اسم العضله دي ايه؟ استرنو ماستويد. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ وكان جاي عضله كمان من الماستويد بروسيس من هنا واختها جايه من هنا عاملين كده. اللي هم عضلتين اول عالم بص عليهم قال لك ده شبه المعده فراح مسميها ايه؟ اه دي البوستيريور بيلي. اتفضل يا مان. ودي الانتيريور بيلي اوف دايجاستريك. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ احنا بنشرح يا مرام دلوقتي تكمله الباروتيد جلاند. خدنا حتتين قبل ما تيجي صغيرين الباروتيد تارت مش مشكله صغيره. وبناخد دلوقتي ريليشن. ركز بقى في الريليشن من اولها عشان تفهميها. بنقول ان الباروتيد ليها ثلاثه بوردر. ادي انتيريور وادي بوستيريور وده يعتبر ابر بوردر وليها لور اند. وبنقول ان ليها لما قطعناها لقيناها عامله زي الهرم عامله كده. خلاص اوكي. ليها لاترال سيرفيس اللي بره والميديا سيرفيس مقسوم اثنين ببوردر اتقسم الى انتيرو ميديال وبوستيرو ميديال. طب نشرح دلوقتي في الريليشنز بتاعت البروتيد. طب نقول ايه الريليشنز بتاعت البوستيريور بوردر او البوستيرو ميديال بوردر البوستيريو ميديال سيرفيس اسف.
البوستيريو ميديا سيرفيس ريليتد لمين كده؟ للماستويد بروسيس. ولما احط الباروتيد هنا يا دكاتره اهي فهمتوها؟ يبقى البوستيريو ميديا ده ريليتد لمين؟ للماستويد. يعني البوستيريو ميديا ده لو هقوله في كلمه واحده هتقول لي ماستويد وستايلويد، واللي ماسك فيهم واللي بينهم. هقول لك ايه اللي بينهم دي. خلينا الاول نقول ايه اللي ماسك فيهم. هتقول لي ماستويد بروسيس والعضله اللي ماسكه فيه او العضلتين اللي ماسكين فيه اللي هم مين اهو، استيرنو ماستويد وبوستيريور بيلي اوف دايجاستيك. طب وستايلويد بروسيس؟ السؤال الناقد تمام كده. بصوا يا جماعه، لو سالتوا دفعه امتياز اليومين دول اللي هم في امتياز دلوقتي، اسالوهم عن الستايلويد بروسيس، قول لكم اه ستايلويد بروسيس. اول ما تسمعوا الكلمه دي يبقى عايز يقتلك ويقتل نفسه تمام كده. ستايلويد بروسيس كان سؤالهم في امتحان الاناتومي، امتحانهم كان سبع اسئله بس، فالام سي كيو هو سبع اسئله ب 125 درجه تمام كده. فكان من ضمن الاسئله ستايلويد اباريتس، السؤال كارثه تمام كده. ستايلويد اباريتس يعني كلمة ستايلويد اباريتس هو الستايلويد بروسيس كعظمة وماسك فيه ثلاث عضلات واثنين ليجامنت. أنا هقولهم أسامي بس دلوقتي. لو أنا رسمت لك المانديبول أهو، هكسر بقى المانديبول عشان تشوفوا اللي بعده. أدي اللسان أهو طن. تحت المانديبول انت بتلاحظ دايما تفاحه ادم صح؟ اللي اسمها الثايرويد كارتلج. وراها طبعا هنا الفارنكس مش كده؟ يعني الحته دي تمثل جزء من الفارنكس. في عظمه بقى ما بين دقنك وما بين الثايرويد كارتلج. العظمه دي لو حطيت ايديك دلوقتي صباعك تحت دقنك هنا تحت دقنك كده وطلعت لسانك هتحسها. بتكلم جد. العظمه دي بالظبط يا جماعه كلنا بنشوفها في الحمام، اللي كان منكم ربنا كرمه وكان حمام منكم وحاول يدرس الاناتومي بتاع الحمام وهو بياكلها كده يعني بيدردش معاها تمام كده ويبص لها كويس، هلاقي بعد الرقبه على طول ما بين الصدر والرقبه في عظمه عامله كده. ما تقنعنيش انك ما شفتهاش. طبعا انا عارف ايه بتقولي، احنا ناكل الحمام مرض ناكله بريش عظمه ايه اللي هدقق فيها كده. يا جماعه دي اسمها ايه العظمه دي؟ العظمه دي هنا كده اسمها الهايويد بون. اسمها ايه؟ هايويد بون. طب كويس، وادي الستايلويد بروسيس. عارف الستايلويد اباريتس عباره عن ايه؟ عباره عن ستايلويد بروسيس وماسك فيه ثلاث عضلات واثنين ليجامنت. اكيد كلهم هيتسموا ستايلو مش كده ولا ايه؟ بص كده تعالى نشوفهم. حلوين؟ تعال نسميهم. بص كلهم كده ستايلو، اكيد ستايلو جلوسس. جلوسس يعني طنج يا جماعه. ستايلو مانديبولر، ستايلو هايويد، ستايلو هايويد برضه. كانت اكيد واحد ليجامنت وواحد مصل، يعني دي اكيد ده ليجامنت او دي مصل ودي ليجامنت، واكيد اللي ماسك في المانديبول هيبقى ليجامنت. يبقى كده فهمنا ان اكيد دي مصل ودي مصل. يقول لك ايه؟ ستايلو فارينجيوس. مصل. فهمتوهم يا جماعه؟ يبقى لما اجي اقول لك دلوقتي ايه هي الريليشن اوف بوستيرو ميديال سيرفيس اوف باروتيد جلاند، هتقول لي ببساطه
عبارة عن مستويد بروسيس والستايلويد بروسيس، واللي ماسك فيهم واللي ماشي ما بينهم. قلنا مستويد مين اللي ماسك فيه؟ استرنو مستويد وبوستيريو بيلي اوف دايجاستر. قلنا ستايلويد مين اللي ماسك فيه؟ ثلاث عضلات واثنين ليجامنت. طب افرض يا رب انا ناسي الكلام ده، اكتب ايه؟ ستايلويد اباريتس. طب ستايلويد اباريتس تاخدها صح؟ طبعا. ده انت كده عملت ايه؟ خليت الدكتور يديك النهايه وشليته. والله بجد مش عارف ينقص وهيتشال وهيديك النهايه برضه. خلاص اوكي يا جماعه؟ مفهوم الكلام ده؟ يبقى اذا عندنا يا شباب الريليشنز بتاعت البوستيريو ميديال سيرفيس ماستويد ومعاه استرنو ماستويد ومين؟ وبوستيريو بيل اوف دايجستر. ستايلويد ومعاه الاباريتس اللي هم مين؟ ستايلوتروسس، ستايلوثايرويد، ستايلوفارينجيال ماسلز، ستايلومانديبولر، ستايلوهايويد ليجامنتس. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ طيب يا مصلح الحال مين بقى اللي هيعدي بينهم؟ مين اللي هيعدي بينهم؟ لو رسمت انا رسمه كده للنك وادي المانديبولر مثلا، اوكي يا جماعه، وادي مثلا الثايرويد بارت. عندي يا جماعه في المنطقه دي من النك في حاجه اسمها كاروتيد شيز، اسمها ايه؟ طبعا هي مش واسعه قوي كده بس انا مكبرها عشان تشوف. كاروتيد شيس، يا ترى كاروتيد شيس دي فيها ايه بقى؟ بص كده ميديا اللي كده في مين؟ الكومن كاروتيد ارت، يبقى ده اسمه ايه؟ كومن كاروتيد ارت. كمل فوق في الشيس بارت اتقسم الاثنين هناك انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد. يعني الاكسترنال كاروتيد بره شيس، خلي بالك من المعلومه دي. طيب ركز معايا بقى، طبعا هو جوه شويه كده بس انا مكبرها بره. اكسترنال سوري انترنال جاجولار فيكا، في النص ما بينهم عارف انت اخر اربعه كرينيال نيرف 9 و10 و11 و12 معديين في النص لاست فور كرينيال نيرفز. اللاست فور كرينيال نيرف دول كلهم بيسيبوا الشيس ما عدا مين اللي بيكمل؟ الفيجاس. يبقى انا لو قلت لك مبدئيا كده كاروت الشيس تحتوي على ايه؟ هتقول لي النص التحتاني منها اللي هو تحت ادمز قبل يحتوي على الكومن كاروتيد والانترنال جاجولار والفيجاس. النص الفوقاني منها يحتوي على انترنال كاروتيد وانترنال جاجولار والاربعه كرينيال نيرف. سؤال مهم قوي، الباروتيد فين من ده كله؟ مش الباروتيد هيبقى فوق هنا؟ يبقى لو حبيت احط الكاروتيد شيز، ما الكاروتيد شيز في النص هنا يا جماعه اللي بينهم كاروتيد شيز. الكاروتيد شيز موجوده هنا بس انهي جزء منها؟ الحته اللي فوق. يبقى مين اللي بينهم؟ ها الكاروتيد شيز كونتين انترنال كاروتيد انترنال جاكولار لاست اربعه كرينيال نيرفز كنت واقع. طيب طب والكومن كاروتيد لما اتقسم لانترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد الاكسترنال هيروح فين؟ مش الاكسترنال زي ما انت شايف داخل ميديا دي؟ يعني لو انا قلت ان هنا الكومن كاروتيد اتقسم للانترنال يبقى الاكسترنال رايح فين؟ مش الاكسترنال جاي من هنا كده؟ دخل فين؟ الجلاند. اخترق البوستيرو ميديال سيرفيس عشان يتفرع جوه الجلاند الى برافو عليكم ماكسيلاري وسوبرفيشيالي تمبورال. يبقى مين اللي بيرس؟ بيرس يعني اخترق السيرفيس ده الاكسترنال كاروتيد. ومين كمان؟ مش انت عندك ماستويد وستايلويد واللي بينهم؟ مش كان بينهم فورامين صغيره اسمها ستايلو ماستويد فورامين؟ كانت مطلعه الفورامين دي حاجه اسمها فيشيال نيرف. الفيشيال نيرف بيرس البوستيرو ميديال سيرفيس والباروتيد عشان يدخلها ويتفرع جوه الانترنشات بتاعها. ما
مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ يبقى اذا انا عندي يا شباب البوستيرو ميديا سيرفيس اوبراتو جلاند ريليتد تو ماستويد، واللي ماسك فيه حاجتين اللي هم بوستيرو ميديا اوف دايجستريك اند ستيرنو ماستويد، الثايرويد واللي ماسك فيه خمسه اللي هم ستايلو جلوستس ماسل، ستايلو هايويد ماسل، ستايلو فالنجياس ماسل، اند ستايلو هايويد ليجمنت، ستايلو مانديبولار ليجمنت. اللي بينهم كاروتيد شيز اللي فيها اللي هم مين يا جماعه؟ انترنال جاجولار، انترنال كاروتيد، اربعه كرينيال نيرف، وضيف عليها اللي بيخترق بقى الباروتيد من ورا من هنا الاكسترنال كاروتيد ارتري اند فيشيال نيرف. كده خلص البوستيرو ميديال سيرفيس. سهله ولا صعبه؟ هسيبكم تسالوا. سهله ولا صعبه؟ سهله ان شاء الله. ها مش متخيله. بصي يا دكتور نفس السؤال يا لا؟ لا هو مقارب له يعني. ليه الكاروتي تشيس مش من هم ازاي واصل من فوق عند جراند والاكسترنال كاروتي ده ارتي؟ هو مفيش حاجه الاكسترنال كاروتي اصلا بره الشيس. تمام. دي وراها، دي ورا الجراند عشان الانترنال كاروتي بيدخل في الجوه. بص يا جماعه اهي دي الجراند، فين البوستيرو ميديال اسبيكت؟ مش هو ده؟ قالوا كده فين الكاروتي الاكسترنال كاروتي اهو. انت لو حطيت دي كده تحس فيخترق الجراند ويدخل. طب والانترنال ورا هنا داخل بقى راح مكمل السكاب. متخيلينها ولا لا؟ هي حته ضيقه بس انا اللي موسعها عشان تشوف يعني كل القصه. انت بتتكلم في الحته الصغيره دي، الحته الصغيره دي يعني مين اللي وراها؟ ادي الماستويد والستايلويد، هنا ادي الاكسترنال كاروتيد اهو يخترق. وصلت؟ فهمتوها؟ طيب وفين الانترنال كاروتيد؟ نكمل مع الشجره اللي فوق دخل الجمجمه اصلا. فهمتوها؟ لا مش هيعمل لانه ملفوف بالشيس. اول ما يوصل للسكال يسيب الشيس ويروح ايه؟ دخل السكال لجوه. لكن مين اللي يعمل بيرسنج؟ اللي هيستفيد منها. ايوه. الاكسترنال كاروتيد. فهمت القصه؟ ويغذيها بقى بالقانون اللي احنا قلناه قبل كده شاخل عشان تعدي. لازم يديها برانش عشان كده لما نيجي نقول ارتيريال سبلاي وباروتيد جلاند يقول لك شاخل عشان تعدي. مين؟ الاكسترنال كاروتيد. ده يبقى عيب لو عدى فيها وما انتهاش. متخيلين؟ ما ترضاش تعديها. يعني كل الريليشنز ديت قدام ريليتد ليها مش قدام، ورا الباروتيد. هنا يا دكتوره بنتكلم في البوستيرو ميديال سيرفيس ده اللاترال، يبقى وراها هنا الباروتيد مغطياها. يعني لو انا رسمت الباروتيد هرسمها كده مغطيه بقى الشيس هنا والباروتيد مغطيه الشيس هنا، بس مش جواها، مش جواها. تقول تاني؟ بس مين مش فاهم تاني؟ طب دي بدخل امتحان دايجرام زي ما دكتور محي بيقول. لو جت ايه؟ هو عايز ارسم يعني. بالله عليك في اكتر من الرسم في المذكره عندي. لا بس الشنات بتاعتها بترسم على بعضها في رسمه واحده ازاي؟ ما ترسمي ريليشن زي ما احنا بنرسم كده تلاقي مليون رسم عندك في الفكره. يا جماعه يا جماعه سيبكم من الكلام ده. هو رسم اصلا سيبكم. هو حتى لو هيجيب دايجرام اهو يعني يقول لك مثلا ايه؟ مثلا هو مش هيجيب سؤال اسمه دايجرام. طب بس مثلا ريليشنز اوف باروتيد هو يقصد يقول لك فاهم بس بيوصله عشان الناس مش فاهمه الكلمه. هو يقصد يقول لك ايه؟ انت مثلا جاي لك سيرفس اناتومي اوف لونج ينفع تقعد تكتبه وما ترسمش حتى رسمه كده تروح اضبطها ليها في الامتحان؟ بيظبط الوقت اصلا على الكلام. وصلت المعلومه؟ وبعدين ده رسمه بتريحك. لكن مثلا جاي لك ريليشن اوف باروتيد وانت رسمت رسمه توضيحيه اوكي. طب لو ما رسمتيش وكتبت الكلام صح هتعمل ايه؟ هو سؤال لوحده. اه الماستريت سؤال لوحده. اسئله الالستريت برضو هرجع واقول لك درونج اونلي وقاعد يا بنتي استني بس. اسئله الالستريت دي او اسئله الدايجرامز دي محفوفه بتبقى في ايه؟ انا هقول لك هتبقى ايه. يعني مثلا طول ما احنا ماشيين اقول لك دي تنفع زي ما يعني مثلا مش هيجيب لك عضله يقول لك استنى. فهمت قصدي؟ لكن عارفه ممكن يجيب لك ايه؟ فاكرين مثلا السنه اللي فاتت في يوم القصه ممكن يقول لك قصه مثلا ده مثال. فاكرين السيرفس اناتومي اوف هارت اند لانج ليفر اه ده يتلست. هنا مثلا عندنا في النيور في جزء مثلا بالبريم بنرسمه ونحط عليه الارياز السلكاي والجيراني. اكيد السلكاي والجيراني دي مش هتقعدي تكتبيها دي لازم تترسم اصلا. فاكرين الميدياستاينال سيرفيس اوف لانك حاجات بتبقى زي كده يا رضوى. مش كل يعني فهموا الكلام صح. مش كل الكلام هيجي بالشكل اللي انت متخيله. بصوا عادي تكا على ريليشنز بتاعه الاورجنز مثلا او بتاعه الحاجه دي قولي ريليشنز ريليشنز انا هجيب لك سؤال ترسم ريليشنز رضوى. نعم. بصي في اخر السنه ان شاء الله لو هينزل دايجرامز انا هبقى اقول لك الخمس ست حاجات اللي ممكن يجي فيهم دايجرامز احفظيهم مش هياخد منهم ده. بص وارسمهم لك. انا بقول لك خدي دول الرسومات اللي هيجوا في الامتحان. في شرط هو احنا السنه اللي فاتت مش قبل الامتحان باسبوع حد عملها قبل كده في تاريخكم اللي قبل الامتحان باسبوع 10 ايام يديكم توقعات؟
مش قبل الامتحان باسبوع حد يوصل الورق ده ولا ما تشوفوش. مش قبل الامتحان باسبوع خدت ورق طلع منه حاجه. شويه كده يعني في حاجات كده ايه هو يعني زي عايز اوصل لكم معلومه اللي هو لازم رئيس القسم يشد عليه في اول سنه يا رب يختلف. لكن العمليه اللي يطبق ايه لسه بقى ده كلامنا احنا بقى لسه سنة عدناش بقى وقلنا لا او قلنا اه اشتري ما بتبقى يلا نمسح نمسح الانتيروميديال عشان ناخد الانتيروميديال. يلا الكاميرا هتبص صورته لا عايز حاجه خلاص هي كده اصلا انا عشان انا هتصور الاضاءه لما يجي الاضاءه لازم الاضاءه تبقى عاليه فوقت النهارده حلوه ممتعه والله بكلمكم جدا انتوا لسه هتستمتعوا في اخرها هنشرح الحته الاخيره صح يا مرام كذا على الاول وما حطيتيش النهارده بجد والله انت ولادها لا ده حضرة الصبح طبعا كذا كلكم ما حضرتوش بس هم بالذات ان هم كانوا زعلانين من اللي حصل من تغيير الميعاد من امبارح لبكره هم اكتر اثنين كانوا معترضين على الجروب انا كنت هتضايق بجد لو ما حضرتوش انا كنت امبارح كان عندي دروس الصبح فعلا امبارح النهارده ومش هبقى على طول ولا ايه لا مش هيبقى على طول احنا هنتكلم في المواعيد ان شاء الله زي ما اتفقنا يوم السبت الجاي خاصة يوم السبت ان شاء الله هنتكلم في المواعيد اللي زي ميعاد هنحاول لان في ناس بتتضايق من ميعاد الاربع عشان سكاشن تقريبا او العكس مش فاكر يعني لا هو احنا كده كده ميعاد 7:30 ده هنسجل كده بس الناس بقى اللي ما بتعرفش هتشوف مين اللي ما بيحضرش 7:30 ونظبط له المواعيد الثانيه فدي قصدي يعني مثلا سي هدي مثال مثلا مرام مثلا ما بتحبش تحضر 7:30 او عندها ظروف 7:30 ومثلا هدير ومثلا عبده ومثلا هند لا نشوف الناس دي يا جماعه مين بقى مش هيحضر 7:30 انا وانا مثلا يعني طيب خلاص يا جماعه هنعمل معاد ثاني كذا فلازم يبقى مناسب معاهم هنعمل لكم كده ان شاء الله اظن ده اوبشن كويس وبرضه لو انتوا عايزين فيش 7:30 تعالوا بس انا شايف ان ميعاد 7:30 ميعاد محترم هو اه مرهق ليا جدا وبصحى بدري بالعافيه بس يعني ايه اعتقد هيبقى ميعاد بعيد عن كل السكاشن وبعيد عن كل المحاضرات عشان اللي بيحضر هيحضر لنا 7:30 طب اللي ما بيحضرش بقى نعمل له مواعيد حلوه كده في نص سنه الاسد انتيرو ميديان سيرفيس بص كده معايا بص كده يا دكتور اصحى كده استهدى وارخي اعصابك وبص معايا على الانتيرو ميديان سيرفيس تلاقي الانتيرو ميديان سيرفيس لزق على مين على الريموس اوف مانديبول لوحدها اكيد مش نظيفه خفيفه اكيد مش لوحدها يا جماعه الانتيرو ميديان سيرفيس ببساطه لو ده المانديبول في عضله هنا يا دكاتره ماسكه في المانديبول هنا في الريموس اسمها ايه برافو عليك مسيطر ولو انا كسرت المانديبول هلاقي جوه من جوه من هنا عضله ثانيه ماسكه ما بين التريجويد عارفين التريجويد اللي احنا قلناها قبل كده والمانديبول اسمها ميديال تريجويد وهلاقي الباروتيد جلاند هنا متخيلين يبقى فين الانتيرو ميديال سيرفيس بتاع البروتيد مش الحته دي يبقى ريليتد لمين تتحفظ بسهوله ثلاثه ام ايه هما مصيدر مانديبل ميديال تريجويد اظن مفيش اسهل من كده مسيطر مانديبل ميديال تريجويد سهله يبقى كده يا جماعه احنا خلصنا السيرفس لا لسه سيرفس قبل ما نقول عشان تحفظ بسهوله اتفقنا ان البوستيرو ميديال سيرفس افتكر ماستويد وستيرويد واللي بينهم كاروتي شيز قالوا كده الكلام طيب الانتيرو ميديال سيرفس عشان نحفظ بسهوله 3 ام ده باللاترال سيرفس ده ريليتد اللاترال سيرفيس يا جماعه انا هديك طقم كده الطقم ده احنا تقريبا في كل النك كل ما نيجي نجيب سيره حاجه لاترال كده هنقول طيب ريليتد تو مين بوست سكن تحت السكن في ايه سوبرفيشال فاشيا
تحت السوبرفيشال فاشة في ايه؟ ديب فاشة. حلو الكلام؟ ودايما تيجي على السوبرفيشال فاشة تروح ايه كونتين سوبرفيشال نيرفز وبيسلز او كوتينيوس يعني اللي يعجبك اللي يعجبك الكلمة اللي تعجبك وبلاتيزما عضلة اسمها البلاتيزما مصر موجودة في السوبرفيشال فاشة بتاعت الجزء ده من الفيس والنك. مفهوم الكلام ده؟ يعني ده كده طعم هيتقال في اي حتة يجي فيها سيرفل سكن يبقى ايه الريليشن بتاع اللاترال سيرفيس سكن سوبرفيشال فاشيا كورتين كوتينيوس نيرف وبيسلز قبل دي فاشا. حلو الكلام يا جماعه؟ طيب يبقى ده طبعا يعني كده تقريبا يا سيد لو احنا جينا حفظناها بشكل ظريف هنقول ايه؟ مش هنقول ان انا عندي في الباراطيد ثلاثه سيرفيسز اول واحد لاترال ثاني واحد انتيرو ميديال ثالث واحد بوستيرو ميديال كل واحد فيهم ريليتد لثلاث حاجات اظن ما فيش اسهل من كده ده ايه هي ثلاثه ام مسيطر وايه مانديبول وميديال تريجويد ده ماستويد وستايلويد طبعا اللي فيهم معانا وما بينهما كاروت تشيس صح الكلام لا يا جماعه في ثلاث حاجات سكن سوبرفيشال فاشيا باللي فيها دي فاشيا سلام حفظت حلو ولا صعب اوكي جميل لحد دلوقتي السؤال ده يعني بنسبه عاليه جدا هيكون سؤال امتحان السنه دي ريليشنز اوف بارت الجلد انا باكد عليك عليه من اول السنه بنسبه عاليه جدا هيكون سؤال السنه دي خلاص كده يا جماعه طيب ركزي معايا نعم تريجويد موجوده بس عشان انا هاخدها ما تستعجليش اي حاجه ما خدناهاش ما احنا هناخد اسكوب كده اوكي يا جماعه ناخد البوردرز ناخد البوردرز يلا ناخد البوردرز بصوا الرسمة الجميلة اللي بترسمها كل مرة الرسمة اللي انتوا تقريبا زهقتوا منها بس اتمنى تكونوا خلاص ابتديتوا تعرفوا ترسموها ولا ايه لسه برضه ما عرفتوش ترسموها فين البروت الجلاند اهي ركز معايا بقى مش كان طالع لي من الستايلو مستويت فورم نيرف اسمه فيشال نيرف دخل هنا جوه البروت اتفرع عليه فيشال نيرف زيجوماتيك باكل مانديبولر سيرفايكال حد خد باله من حاجه الثلاثه دول من الانتيريور بورت وده من اللور اند وده من الابر اند اسمه ايه تيمبورال ركز قوي الواحد التيمبورال ريجون مش كده ولا ايه يا جماعه طيب مش خدنا ان الاكسترنال كاروتيد اخترق المكان ده من هنا وتفرع جوه الباروتيد لايه ماكسيلاري مالناش دعوه بيه سوبرفيشال تيمبورال واللي كان من ضمن برانشات السوبرفيشال تيمبورال برانش يا دكاتره نازل هنا كده برافو اسمه ترانزفيرس فيشيال ترانزفيرس فيشيال مفهوم الكلام ولا مش مفهوم وطالع من الباروتيد من هنا نازله كده باروتيد ضغط حد نفسه في حاجه
الانتيريور بوردر اوف ذا باروتيد، ايه الريليشن بتاعته، ايه الحاجات اللي بتطلع منه بالترتيب. بالترتيب اهو زيجوماتيك برانش اوف فيش، ترانزفيرس فيشال ارت، باروتيد داكت، باكال اند مانديبولار برانشز اوف فيش. خلاص. طيب اللي فوق ايه اللي بارز فيه او ايه الريليشنز بتاعته؟ لو انا رسمتها لحضرتك كده هلاقي هنا مين؟ الاكسترنال اوديتوري ميتس، وطلع منه من هنا مين؟ تيمبورال برانش اوف فيشيال، صح؟ وطلع مين كمان؟ برافو عليك، سوبرفيشيال تيمبورال، او كل ما هو تيمبورال فيسلز المفروض ده ارتري وفين، عارفين ليه؟ ما هو الفين اهو، مش السوبرفيشيال تيمبورال فين كان بيدخل الباروتيد يتحد مع المجزيلري فين، اخدنا الكلام ده الحصه اللي فاتت، يعملوا مع بعض حاجه اسمها بوستيريور فيشيال، او اسمه الثاني ريترو مانديبولار فين، يطلعوا الاثنين من هنا من الباروتيد من اللور بول از anterior division و posterior division، صح ولا مش صح؟ يبقى ايه هي الحاجات اللي طالعه من الابر بول؟ temporal branch of fascia، superficial temporal vessels، وايه كمان يا جماعه؟ ونرف هنا ما اعرفش هتفتكروه ولا لا، كان بيغذي الاوريكل ويغذي temporal region، يبقى اسمه ايه؟ اوريكلو temporal نيرف. بص افتكر النيرف ده عنه كلمه كده اقولها لك دلوقتي هتفيدنا في اخر القصه، ده السيرفيس. ده السيرفيس اللي اتجاهه الباروتيد جلاند، ده السيرفيس بتاع الباروتيد، ده الاوتوبيس بتاع الباروتيد. يعني اي حاجه اي نيرف عايز يروح الباروتيد لازم يركب في السيرفيس ده، يعني اي حاجه عايزه توصل الباروتيد يبقى عن طريق الاوتوبيس ده. فهمتوا حاجه؟ اوريكلو تيمبورال نيرف، ركز فيها شويه، ركز في الكلمه دي قوي، انا هديك النهارده كام كلمه كده افتكرهم طول حياتك مش هتنساهم. مين السيرفيس عندنا؟ اوريكلو تيمبورال نيرف، اوعى تنسى. مين الحاجات اللي طالعه من الابر بول؟ كل ما هو تيمبورال، تيمبورال برانش اوف فيشيال، سوبرفيشيال تيمبورال فيسلز، اوريكلو تيمبورال نيرف. مين الحاجات اللي طالعه من اللور بول؟ انتيريور بوستيريور ديفيجن، وايه كمان؟ لا استنى، كنت دخل من البوستيريور ميديال زي ما احنا قلنا، سيرفايكال برانش اوف فيش اهو. مفهومه ولا مش مفهومه يا جماعه؟ ادي الريليشن بتاعتي. طب لو قلت لكم قولوا لي الريليشن بتاعه البوستيريور بوردر تبقى مين؟ الاسترنوم ماسبايت والبوستيريور بيلي اوف دايجستيك، نفس الكلام بالذات الاسترنوم ماسبايت. قول تاني يا جماعه، هي دي ريليشنز بوردر؟ لا مش دي بس، في حاجتين لازم نزودهم عليهم هقولهم لك دلوقتي. اول حاجه هزودها لما يجي لك سؤال اسمه ريليشنز اوف باروتيد، ادي السيرفس وادي البوردرز او الاندز، مش كده يا جماعه؟ تزود بقى حاجتين، حاجه اسمها ارتباطها مع بعض دلوقتي، استراكشرز انسايد باروتيد جلاند. مين الاستراكشرز اللي جوه باروتيد جلاند؟ عشان ما تنساهاش، من بره لجوه فيشيال نيرف، على فكره الفيشيال نيرف هو نص سوبر فيشيال. بعد كده يا جماعه مين؟ عشان ما تنساهاش افتكر ايه؟ فين ريترو مانديبولار فين، بعد كده اكسترنال باروتيد ارتري من الحاجات اللي فيه برانشينو، بعد كده اوريكولو تمبرال نيرف، بعد كده يا جماعه ليمف نود اللي هسميها ديب باروتيد ليمف. تاني ايه الاستراكشرز اللي جوه الباروتيد جلاند مع رسومات اهي؟ سوبرفيشال اولا النص سوبرفيشال فيشال نيرف، بعد كده خد يعدوا فين من بره لجوه، فين ارتري نيرف، الفين ريترو مانديبول، الارتري هو اكسترنال كاروتيد اللي اتفرع على البرانشين، النيرف اسمه اوريكولو تمبرال. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب وبعد كده ديب روتد ليمف نود. لا اله الا الله. على فكره انا عندي احساس الحته دي بس اللي قفلت. ثواني كده. هو قطع ولا
اوريكولو تيمبرال ده اللي احنا شرحناه من شويه. طيب عارف المفروض تزود كمان على الريليشنز ايه؟ تزود الريليشنز اوف باروتيد داكت. مش احنا لسه قايلينها؟ ايوه الباروتيد داكت سوبرفيشال لمين؟ مش هي معديه هنا على المسيطر؟ يبقى سوبرفيشال تو مسيطر. حلو كده الكلام يا جماعه؟ واخترقت مين؟ مش اخترقت بيرس تلاتة بي او تلاتة بكل. بكل يعني خد. بيرس البكل فات. البكل مصل اللي هي البكسينيتور. البكل ايه؟ ميوكاس ممبرين. نقول تاني يا شباب مفهومة كده ولا مش مفهومة؟ ان شاء الله مفهومة. افتح المذكرة لحظة بعد اذنك صفحة 49. افتح المذكرة كده صفحة 49. هتلاقي مكتوب في صفحة 49 البوردرز والبولز او الاند والايه والسيرفيس. دي سريعه من الصفحه دي بسرعه كده 49. صفحه 50 هتلاقي مكتوب الريليشنز اوف باروتيد جلاند. اكتب عليها هام جدا سؤال مهم. على فكره في موضه دلوقتي ساعات ما بنجيبهاش كلها. يعني ساعات يجي يقول لك ايه ريليشن اوف سيرفيسز اوف باروتيد ريليشن اوف بوستيرو ميديال اند انتيرو ميديال. يقول لك مثلا ايه ريليشنز اوف ميديال سيرفيس اوف باروتيد. طيب فطبعا البوستيرو ميديا هتلاقي مكتوب ماستويد وستايلويد واللي بينهم. حلو كده تحت الستايلويد الخمس حاجات. اكتب كده جنب الستايلويد ده ان ممكن تكتب كلمه الستايلويد اباريتس. يعني ممكن ما تكتبش الكلام ده. ممكن تكتب الستايلويد اباريتس وتسكت لو انت ناسي. حلو الكلام يا جماعه. طيب اقلب الصفحه صفحه 51 هتلاقي مكتوب الانتيرو ميديال سيرفيس ريليتد تو. انا عايزك تحفظ الثلاثه ام بس يعني ريموس اوف مانديبول مسيطر ميديال تيريجويد وشكرا. مش عايز اي رغي ولا اي تفاصيل. حلو كده الكلام. ومكتوب تحت ستراكشر فيرس السيرفيس ده اشطبها. اشطب لي السطر ده ستراكشر فيرس السيرفيس ده اللي هو الاوريكولو تيمبرال ماكسيلا. لا اشطب السطر ده مش عايز. ادخل على الصفحه اللي بعدها هتلاقي الابر اند واللاترال سيرفيس. في اللاترال سيرفيس مكتوب ايه سكن سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا. الكلام اللي تحت دي فاشيا اشطبه خليها دي فاشيا كلمه بس. والكلام اللي جنب السوبرفيشال فاشيا انا مش عايز التفاصيل دي. انا عايزك تكتب كونتيني سوبرفيشال نيرفو فيسلز اند بلاتيزما بس. يعني خليها طقم ثابت. خليها طقم ثابت مش كل مره هنقعد نرغي ونكتب حاجه. هي طقم ثابت سوبرفيشال نيرفو فيسلز اند بلاتيزما. وخليها طقم ثابت للهيد والنك كلها. اي سوبرفيشال فاشيا عندنا في النك بعد كده كونتين بلاتيزما مصر. عضله موجوده في السوبرفيشال فاشيا هنشرحها يا مرام الثانيه. خلاص اوكي كونتين سوبرفيشال نيرف وبيسلز وبلاتيزما. خلاص اوكي واشطب اي رغي واي تفاصيل ثانيه. انتيريور بوردر خلاص خدناه. لور بوردر قلناه. وبوستيريور سيرفيس او بوردر قلناه. هتلاقي مكتوب تحت البوستيريور بوردر في صفحه 53 في مساحه فاضيه بقى صح؟ اكتب لي بقى مكتوب حرف الجي صح؟ تعالى كمل بقى اتش نمبر اتش يعني زود زود اكتب كده عشان لو جالك سؤال ريليشن تكتبه كامل. Structures inside the barotid. Structures inside the barotid. ده بيتكتب في السؤال هنا. تكتب فيها ايه بقى؟ اكتب جنبها كده تكتبهم اسماء فقط بدون رغي. اكتب كده. اكتب نفس الكلمه كده. اسماء فقط بدون اي تفاصيل. يعني تكتب كده يا جماعه عشان اصل ايه؟ Facial nerve, retro mandibular vein, external carotid artery, auriculo temporal, deep. باروتيد لينف نود. فهمتوا اسامي بس رقم اتش اي اكتب لي كده ريليشنز اوف باروتيد داكت مكتوبه طبعا في باروتيد داكت قبل كده ريليشنز اوف باروتيد داكت. وقلت الثلاث كلمات دول اللي هو سوبرفيشال للمسيطر وبيرس ثلاثه بكل. اكتب بقى بكل فات باكسينيتور بكل ميوكاس منه. فاهمينها سوبرفيشال للمسيطر رقم 2 بيرس 3 بكر. اوكي يا جماعه مفهومه خلاص كده السؤال يبقى خلص. لو جالك ريليشنز والباروتيد على بعضه عرفتي هتزودي ايه يا مرام؟ عبده سرحانين ولا تقطوا
اوكي انا ازود دول بس هنكتبهم اسامي بس. هتقول لي طب ما هم اسامي، هقول لك لا، لو جبت لي صفحه 54 هتلاقي متجمعه البوردرز كلها في رسمه. ترسمي دايجرام حلو سهل ولا صعب؟ ندخل بقى على رقم 55 هتلاقي مكتوب structures inside the parotid. ده ممكن سؤال لوحده فانا كاتب لك فيه شويه كلام. ايه شويه الكلام؟ اللي هو مثلا كتبت external parotid وكتبت انه بيتفرع جوه الايه؟ superficial temporal maxillary. كتبت مثلا retromandibular vein قلت ان هو جاي من superficial temporal maxillary ومتفرع الاثنين anterior division وposterior division. هو ده لغي المكتوب على فكره خلاص اوكي. كتبت الفيشيال نيرف وقلت بيتفرع على خمس برانشات وكتبتهم. فهمتوا الموضوع ماشي ازاي؟ خلاص هتلاقي عندك رقم 1 فيشيال نيرف، رقم 2 ريترو مانديبولار مكتوب ان هو فين مش نيرف، ريترو مانديبولار فين صلح، ريترو مانديبولار فين مش نيرف يا جماعه في صفحه 53 صفحه 55. وافتكر كده اكتب جنب الريترو مانديبولار فين والاكسترنال كاروتيد ارتري والاريكولو تيمبورال نيرف اكتب فين عشان ما تنساهاش فين. او دول كده فين يعني اول حاجه الفيشيال نيرف وبعد كده فين. مفهومه ولا مش مفهومه؟ ادخل على الصفحه اللي بعدها اللي هي صفحه 56. الرسمه ماشي، ما الرسمه هي دي الاستراكشرز اللي جوه البروت. هتلاقي مكتوب كبسول وبلاد سبلاي، دول هسيبهم للحصه الجايه يعني دول ما تشرحوش، اكتب عليهم مين عشان ما تنساش وتذاكرهم مؤجلين، دول بكره المره الجايه ان شاء الله في الحصه بتاعه بكره وبعد. ادخلي بقى على النيرف سبلاي والبروتت وادخل واكتب عليه سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان كتير. خلاص اوكي، وده اللي هشرحه دلوقتي وهنهي بيه الحصه ان شاء الله. ارجع لاول صفحه في البروتد اللي هي صفحه اعتقد 44 ولا بعدها؟ هي 44 كويس والله. هتلاقي مكتوب انت كتبت لك الاسئله النظري المهمه صح؟ ايه الاسئله النظري المهمه في البروتد؟ حضرتك كتبت السيرفيس اناتومي وكتبت البروتد داكت وكتبت الريليشنز مش كده؟ مين ما كتبش؟ سيرفيس اناتومي. كملي بقى اللي انا هقوله ده. اول حاجه السيرفيس اناتومي، تاني سؤال باروت الضغط، ثالث سؤال ريليشنز، ثالث سؤال ريليشنز، رابع سؤال ستراكشرز انسايد باروت، رابع سؤال ستراكشرز انسايد باروت، خامس سؤال اللي هنقوله دلوقتي نيرف سبلاي اوف ذا باروت، نيرف سبلاي اوف ذا باروت. اوكي دي ايه يا ريست؟ واللي عايز يصور حاجه يصورها عشان يصور. ده اخر سؤال عندنا نيرف سبلاي اوف باروت، مهم جدا جدا جدا. عندنا زيها زي اي غده ليها سنسوري نيرف سبلاي وليها سمباثيك عشان البلاد فيسلز والكلام ده وليها بارا سمباثيك. حد فاكر كده كانوا دايما يقول لك البارا سمباثيك للغدد كان اسمه سكريتو موتور صح؟ هو ده اللي كان مسؤول عن السكريشن. عشان كده حتى البارا سمباثيك نيرف سبلاي لاي جلاند هو المهم، هو اللي هنتكلم عليه، هو اللي هياخد حوارنا كل النهارده. انا هحكي لك النهارده قصة مأساة وندالة جد وأب وابن وحفيد، عائلة أو مجموعة من الأندال هيغزوا البارود الجد. تعال نشوف بقى قمة الندالة، قمة ندالتك كأب إنك تخلف عيل وترميه في الشارع تقول له بص سافر القاهرة ودي بتاعتي. يا بابا أنا ما أعرفش الطريق ما تيجي معايا، لا أنا نازل هنا. عارف انت القصه لما باباك يبقى واخدك معاه مثلا توصله مثلا كيسين لبن من القاهره تمام كده، وفجاه يروح ايه هو نازل مثلا في الزقازيق هنا يقول لك ايه انا اصلا انا ليا مشوار هنا روح انت بحري. عارف انت القصه دي؟ فانت تروح القاهره، قبل ما توصل القاهره وانت في بنها تعجبك القعده في بنها فتتجوز وتخلف هناك وتروح بعت ابنك الصغير يوصل الكيسين اللي كانوا معاك. ابنك الصغير يطلع تايه مش عارف اي حاجه يروح مديها لواحد تاني يقول له خد روح ادي ده مش عارف المكان الفلاني. هو ده اللي بيحصل بالظبط. الاول عندنا عشان تفهم الموضوع افتكر يعني ايه كلمه نيوكلياس يا جماعه. كلمه نيوكلياس هي مجموعه من النيرف سيلز في قلب سي ان اس،
يعني لو نيرف سيل مع نيرف سيل مع نيرف سيل متجمعين كده في قلب البرين او البرين ستيم او السباينال كورد اسمها النيوكليس. عندنا 12 كرينيال نيرف. كل كرينيال نيرف ممكن يبقى ليه كذا نيوكليس. يعني مثلا هديك مثال الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو النيرف رقم 9 له نيوكليس اهي ونيوكليس اهي ونيوكليس اهي، دي تدي له سلك ودي تدي له سلك ودي تدي له سلك، يتجمعوا الثلاث سلوك في خرطوم واحد يبقى اسمه الجلوسوفارينج. سلك مثلا بتاع النيوكليس دي اللي هتغذي عضلات فيبقى اسمها موتور نيوكليس. سلك مثلا بتاع النيوكليس هتغذي مثلا البروتين يبقى اسمها سليفري. سلك مثلا بتاع نيوكليس سنسوري يبقى اسمها سنسوري مثلا يعني. اوكي يا شباب هو ده اللي بيحصل بالظبط. طب تعالى نرسم كده الجمجمه من بره ونعرف يا ترى ايه هو البارس الباثيك نيرف سبلاي اوف ذا بروتين. يا ترى الجمجمه من جوه لو رسمتها كده هتعرف ان في هنا فورامن اسمها ايه؟ فورامن ماجنوم، يعني الفورامن الكبيره اهي ده كده شايفينها. طيب بعد كده جنبها على طول هنا في فورامن طالع منها الجاجولار فين. مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان كل الفينز اللي جوه الديورال ساينسز زي كافرنس والكلام ده نهايتها جاجولار فين يخرج بقى عنك عشان يوصل للهارت بعد كده. ففي فورامن هنا يا دكاتره اسمها الجاجولار فورامن. اسمها ايه؟ جاجولار فورامين. حلو كده الكلام ولا صعب؟ كويس قوي. طيب بعد كده لو دخلت جوه الجمجمه ورسمتها من جوه كده هتلاقي هنا في حاجه اسمها الليسر وينج وبسفينويد. مش قصتنا دلوقتي. في عظمه هنا عامله زي المثلث من التيمبورال بون، من التيمبورال بون اسمها بيتراس بارت اوف تيمبورال بون. اسمها ايه؟ بيتراس بارت. ركز معايا. البتراس بارت مش انت ودانك هنا اصلا؟ يبقى بقيت ودانك جوه، يبقى الميدل اير فين؟ في قلب الجمجمه. حلو الكلام. يعني الميدل اير في حته تانية. هنا الميدل اير. تقريبا تقريبا. حلو كده الكلام؟ ركز بقى في اللي جاي. ادي الجاجولار فورا من اهي. واعتبر ان هنا مثلا ده البتراس بارت واعتبر ان المكان ده هو الميدل اير. حلو كده الكلام يا جماعه. البروت بره الاسكاب اهي اهي. طيب مش تحت البرين كان في حاجه اسمها البرين ستيم اللي هو جذع المخ. جذع المخ ده عباره عن ايه؟ مش عباره عن ميد برين وبونز ومضلع وبلونجاتا؟ سامعينهم ولا عارفينهم؟ اه اهو انا هرسم ناحيه واحده. يعني الكلام اللي انا هرسمه دلوقتي على ناحيتين بره. خلاص اوكي. ادي يا جماعه الميد برين البونز اللي طلعوا برونجاتا السباينال كورد. في المضلع اوبلونجاتا في نيوكليوس هنا. اسم النيوكليوس دي ايه؟ سوبيريور ولا انفيريور؟ المضله تحت يبقى انفيريور. سليفري نيوكليس. بتدي فايبر. الفايبر ده يروح فين؟ يروح في نيرف هنا. ركز بقى معايا. النيرف ده اسمه ايه يا جماعه؟ جلوسو فارينجيال نيرف اللي هو رقم كام؟ 9 نيرف ناك. وده بدايه النديله. ده الجد. الجلوسو فارينجيال نيرف خد فايبرز من الانفيريور سليفري نيوكليوس. الفايبرز دي بارا سمباثيك عشان يوديها للباروتيد جلاند. حلو الكلام. اسمه ايه؟ جلوسو فارينجيال. يعني ايه؟ تانج وفارينكس. مش كده؟ فين الفارينكس هنا على الرسمه لو رسمها في الحته دي؟ اول ما طلع راح مدي برانش اللي هو ابنه وراح قال لابنه بص يا حبيبي كمل انت النيرف سبلاي للباروتيد. اصل المكان ده قريب قوي من الفارينكس انا قايل لي ماشيني. طب يا بابي ما تاخدني معاك؟ ما هو الباروتيد اهي لازم تزلونا احنا.
ما البارود على فكره لو كان نزل معاه من هنا من الجاجولار فورامين كان لها البارود جنبه جنبه، لكن لازم يلف ويزلونا معاه. خلاص اوكي يا جماعه، راح قايل له لا مش هاخدك معايا، لازم تعتمد على نفسك، انت كبرت واعتمد على نفسك. ونزل الجلوستوفارينجيال من هنا وساب الواد جوه في الاسكال هي، فراح داخل مين؟ الميدل اي. عجبه الميدل اي وحس انه مكان حلو كده وهوا وجميل وكويس، اتجوز وخلف جوه. راح مسمي نفسه باسم الميدل اير، اصلا ابوه نسي يسميه ميدل اير باللاتيني يعني ايه؟ تنبلك. فراح مسمينه تنبلك برانش. والواد عيني كان تايه، فقام لقاه عالم ظريف كده تايه في وسط الميدل اير، قال له تعالى يا ابني انت اسمك ايه؟ قال له ما اعرفش. قال له هسميك باسمي، هسميك جاكوبسون، يا ريته مقابله. فاهم كده؟ راح مسميه جاكوبسون، اسم العالم مش مهم، بس انا بقول لك عشان لو عرفت في اي حته جاكوبسون. تحس كده اسمي خب كده. خلاص اوكي يا جماعه؟ طيب، فالمهم كون لي عياله جوه، عياله يعني عمل ضفاير جوه، اتفرع جوه، فسميناها تنبنك ايه؟ بلكسس. بعد ما اتجوز وخلف وقعد في الميدل اير واستريح خالص، افتكر انه كان المفروض يروح البارود. فبص لعياله كده وعيالهم ايه؟ انا كبرت وعجزت ومش قادر امشي. راح مطلع اصغر عيل من عياله. شوف الندالة بقى كمان، حتى مش مطلع الكبير. وراح قايل له اطلع انت يا ابني كمل لحد البارود. امشي فين يا بابا؟ قال له امشي فين؟ في البترس بارت. امشي على البترس بارت. فراح مسميه باسمها. فراح اسمه ايه؟ بصوا ابنه الصغير ليسر سوبرفيشيال بتروزل. كل ده اسم نيرف، مش بقول لك نفس، حتى سمى ابنه الصغير اسم كده دمه تقيل. كل ده عارف لما انت مثلا تخلف عيال كتير واخر عيل تروح تسميه مثلا على اسم جدك، تقول لك اصل انا كنت ناسي اسمي على اسم جدي، وجدك مثلا يبقى اسمه مثلا عبد الشكور ولا حاجه، فتروح تسميه باسم. طب انا ذنب انا ايه ان انت فكرت جدك دلوقتي لسه فاكر تبر له والدتك؟ انا ذنب انا ايه؟ والله بشوفها كتير، تلاقي مثلا يعني انا فاكر والله بيجي لي اطفال كتير بالشكل ده، تلاقي مثلا مسمي الابن الكبير مثلا سي تامر وعلاء ومش عارف محمد وعلي، وفجاه تلاقي الابن الصغير اسمه عبد المعبود، يقول لك اصل ده اسمه دول، وانت لسه فاكر ابوك دلوقتي بعد ما خليته 10 عيال. ما علينا، هو ده نفس القصه. ليسر سوبرفيشال بتروزال نيرف. الواد ده وهو ماشي كده راح لاقي فتحه، لا حفره، قال لك بس اكيد الحفره دي هتطلعني بره، هي مش المرات بره برضه. راح قايل اه اطلع انا من النفق بقى اللي تحت ده، وراح داخل في الفورامين دي. الفورامين دي يا دكاتره كان شكلها اوفل شبه البيضه، فراح مسميها ايه؟ الفورامين اوفال البيضاوي. وراح نازل الليزر سوبرفيشال بتروزال نيرف، شايفينه؟ يا دي الموسيقى. اول ما نزل تعب، ما هو العيل صغير مشي مسافه طويله قوي، فقال اقعد ارتاح فين؟ في المحطه. محطة عندنا في الاوتونوميك يعني ايه؟ جانجليون. فلقى جانجليون هنا جنب، خلي بالك البطة ايه والود اهي، فلقى جانجليون جنب الود، يسموا الجانجليون دي ايه؟ ها؟ اوتيك جانجليون. بني ادم نادل برضه، ما هو وارث النادل ابا عن جد. فراح قايل لك ايه؟ وانا لسه همشي المسافه دي وانا كمان مش عارف الطريق. هو طلع الحمد لله، طلع بره السكال وقعد بقى يدور على البروتوكول. فانا اقعد استريح شويه على مسأل على الطريق، عجبته القعده. فراح اطلع ابن الصغير حبيبي البوست جانجليونيك. حلو الكلام؟ قام طلع التاني الغلبان ده يدور على البروتوكول، مش لاقي البروتوكول، وفجاه لقى حد بينادي، لقى السرفيس وعليه الاخ اللي واقف عمال يقول بروتت بروتت بروتت، راح راكب مع السيرفيس ودخل البروتت كده. السيرفيس كان اسمه ايه يا جماعه؟ اوريكولو تمبرال. والله لا انساها زعل منه. انا حاولت اقولها لك باظرف طريقه لانها حته معقده بجد، يعني حته فعلا معقده ودمها تقيل. انت عارف ان انا كده ان شاء الله لما ندخل شويه في المنهج ونيجي نشرح الاوتيك جانجلون هقول لك سي بروتت
لان كده تعتبر لقطه الجنجل انشرحت تقريبا. ركز بقى معايا، يبقى كل القصه يا جماعه طلع او الباروتيد نيرف سبلاي الباراسيم مثلا تتجع عن طريق مين؟ نقولها بقى كلام علمي بسرعه كده، عن طريق الانفيريور سيريبرال نيوكليس، انت تريكولوستو فارينجيال نيرف تمبانيك برانش دخل جوه الميدل اير عمل التمبانيك بلكسس. ما كلمه تمبانيك يعني ميدل اير على فكره، خلاص اوكي. طلع لسه السوبرفيشال بتروزس، طلع من السكالا عن طريق الفورام الاوفال، استريح ريلي في الاوت الجانجلي البوست جانجليونيك انتر او باس ويز او ويزين اوريكولو تيمبورال نيرف اللي هو زي ما انا كنت بسميه السيرفيس عشان يوصل لبروت الجلد. حد مش فاهم؟ وبما انه سيرفيس هو اللي موصلها السيرفيس، ما كل بقى اللي عايز يروح يركب في نفس الاوتوبيس. حلو كده، السنسوري جاي منين؟ من الاوريترو تيمبورال، ما هو سنسوري اصلا. حلو كده الكلام يا جماعه، مش هو كان جاي من المانديبولار؟ حلو، حلوه سهله. طيب خد اللي جاي، طب والسمباثيك؟ يقول لك في سمباثيك بلكسس هنا، مش انت كنت بتاخد كده زمان؟ كان يقول لك السمباثيك كان عندنا حاجه اسمها سوبيريور وميدل وانفيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون. اه الميدل سوري السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون البوست جانجليوني بتاعها هيطلع خلاص اوكي، يروح فين؟ يروح ماشي في قلب برضه الاوريكولو تيمبورال نيرف ويوصل للبرضه. طبعا هما بيقولوا ده من السمباثيك بلكسس حوالين ارتري اسمه الميدل مينينجيال ارتري، الكلام ده مش مشكله قوي، اهم حاجه اكتب بس ايه كروم سمباثيك بلكسس وخلاص عن طريق الاوريكولو تيمبورال. مفهومه يا جماعه؟ اقول تاني؟ انا خلصت الحصه. حلوه؟ فهمتوا حاجه؟ حد عنده اي سؤال؟ حد زعلان؟ حد ما فهمش؟ اشوفكم على خير بكره وبعده، اللي عايز اي سؤال انا تحت امره، اللي عايز يمشي يمشي. شكرا لكم. قدامك اهي الاف وبينك. خلاص كده يا جماعه شكرا. يا عبدو افتح الباب لو عايزين تخرجوا خلاص. اشوف ها ذاكروها كويس.